انا اسمي توني سلامي، سي او تبع عائشتي. بحكم شغلي كنت سافر كتير على يوروب، وبلشت اول شي اشتري ارت تبع 18th century و 19th century portraits وتابيسري واشياء هيك. بس ان year 2000 to 2003 غيرت، صرت اشتري اكتر contemporary art. شخص اسمه دينو فاكيني، he's 80 years old. دينو هو عنده a huge collection of contemporary art. كنت اشتغل معه بالفاشن. في كتير by the way ناس عندهم من الفاشن عملوا foundations او بيشتغلوا their art collectors. بيناتهم مراموتي بإيطاليا big collection، فاكيني one example. في اكيد بتعرفوا مسيو بينو، ارنوع بيعمل فاونديشن، جاس عندهم ارت كولكشن. سو يوجولي اللي بيشتغلوا بالفاشن بيبقوا اكثر بحبوا برادا فاونديشن، بحبوا الارت. اتس بارت اوف ذا ما بعرف مثل كونتينيوتي، في مثل بروجريشن. يمكن بيفهموا الارت لانه الفاشن از كلوز تو ارت ان واي. فبقى دينو فاكيني هو اللي حمسني بلش، واشتريت اول بينتينجز معه. اول بينتينجز كانوا ميكس، كان في حمسني كتير على فونتانا، على بومودورو سكالتشر، بذات الوقت يونغ ايطاليان ارتست. هي المشن ستيتمنت از تو كرييت ا بلاتفورم اند ا بليس تو هاف ا دايالوج. اول شيء هالدايالوج بيكون بين اللبنانيه بين بعضهم ثرو ذا ارت، وتاني شيء بين الكالتشرز، يعني بين different culture، الميدل ايست والليبانيز culture مع الاوكسيدنتال، واذا بدي culture امريكان. مثل ما قلت لك الارت ما عنده حدود، يعني بتخلقي له محل تيصير فيه هالديالوج، هالافكار تصير على فرد محل. قلت لك انه تاني شيء عيشتي wants to give back، انه تعمل محل where it's free for everyone to visit, to take advantage, to see and to live the art and to live with the artist. لما بروح اوقات على الميوزي ده هو دهن بباريس سبت او الجمعه، بشوف كثير تلاميذ بيقعدوا بيرجعوا بيجربوا يرسموا مثل ذات اللوحات يلي معروضه، بتكون لرنوار ولا بتكون لاكبر ارتيست. انا ماي كتير رح انبسط بشوف تلاميذ عم they're getting inspired، عم بيشوفوا هالارتيست عم تعلموا عليهم، عم يقعدوا باللايبرري رح نفتحها يشوفوا يعملوا ريشيرش، يا اما ديجيتلي يشوفوا يعرفوا عن هالارتيست المعروضين، يجربوا يعملوا احسن منهم اذا فيهم. وبذات الوقت بس يجوا هالانترناشونال ارتست او لوكال ارتست يجوا يقعدوا معهم تحت اللي يعرفوا، يعني يصير في هال مثل ما قلت قبل كذا مره هالديالوج، تصير في اكثر اخذ وعطاء عن الارت تحت اللي نعمل بروجيات بتهم لبنان وعن لبنان بهالمحل هيدا. هيدي this is our aim. عيشتي فاونديشن اتس نكست تو ذا عيشتي سي سايد، كبرى 4000 متر قد الويتني ميوزيوم اكشوال، مش جديد، جديد اكبر. عم نشتغل مع curators how to put the collection together. الكوليكسيون صارت شوي كبيرة، يعني عنا تقريبا 1200 أوفدا، كبرت بسرعة شوي ومع الوقت، بس لأنه عم نعمل foundation لعيشتي. أكيد هو الكوليكشن المين البادي تبعه هو abstract paintings. بالابستراكت بنبلش من الارت بوفر اتليني، يعني من فونتانا، مانزوني، بوري، اكروم او مونوكروم، لون واحد. ونقلنا هلا ما عندي كثير فيجرتيف بينتينجز، في كثير كونسبتشوال ارت، يعني عندنا شيء اراوند لهلا 150 ارتست. بال 150 ارتست عندنا اوفر 1200 وركس. رح يكون في كيوريتورز، في تو بارت بالفاونديشن، اكيد منه في بارت تو هاف ذا مين كولكشن و permanent collection space. في part رح يكون ل performance، ل to invite artists to do special projects. I have some Lebanese artists، بس أكيد الفكرة نكبر collection مع Lebanese artists، لأنه foundation target تبعه والaim إنه نعزم Lebanese artists مع foreign artists تيعملوا special projects. The way I bought the collection
انه لكل ارتيست، قلت لك في 150 ارتيست، في منهم يمكن 50 ارتيست لكل واحد في اوفر 10 وركس بال 50، يعني 500 ورك هن لهال 50 ارتيست، يعني فينا نعمل لكل حدا اون سال مرتاحين. في كتير وقتها بنشتري هالارت وركس اوريدي بنفكر كيف يكون عنده لكل واحد سويت لإله، يعني a room on its own، يعني يا اما اربع big artworks على الحيطان مع sculpture، يعني في طريقة that we're buying مش buying sorry that we're building the collection انه نقدر نفسر شغل كل artist in a private room لإله. في system بيعملوه مثل بكل museums، بتغير the configuration of the space حسب ال show اللي بدك تعمليه وحسب ال artwork. إذا كنا عم نحكي على ال الفاكتوري بينتينج او الابستراكت افتر وور هول، ناخذ زيت الارتيست اللي كان في منهم كيرستن براتش، الوركس اللي كانوا بالموكا هنا لايش تي فاونديشن، جلان لايجن قلت لك قبل، اورس فيشر، عندك رودولف ستينجر، عندك ويت جايتون، عندك كيلي ووكر، في يعني هذا فرد شو، ولكل ارتيست فينا نقدر نعمل له انسال قلبي توصال. في سيت برايس قلت لك اسمه قبل كلهم، وفي جوش سميث كمان. سو هيدا قسم. في قسم تاني هيك يونغ ارتست بنيويورك كتير لذيذين فينا نحطهم مع بعضهم، يلي هن نيت لومان، دان كولن، ارون يونغ، يلي زيت جينيريشن، كلهم بيشتغلوا على ابستراكت بينتينغ، ذي فيري جود ارتست. ما كنت اعرف الاسم، لا كنت اشتري الاوفر اللي بتعجبني لان ما كنت اعرف الاسامي منيح. يعني وقتها كنت فونتانا حبيت الكات بس ما كنت اعرف منيح مين فونتانا بالاول اول مره، بس بعدين اكيد عملت ماي هوم ورك. بس اشتريت، كنت عم اقول لك اشتريت ارتست مشهورين والشمش مشهورين، يعني بذات الوقت اشتريت فاليريو ادامي ما كنت اعرف مين، بذات الوقت اشتريت مين موروتيلا، اشتريت بذات الوقت يونجر ارتست، واحد اسمه بو واحد اسمه اوزمو، يعني ما كنت عم اشتري اسم، كنت عم بشتري the experience maybe. أول part أكيد في trend بالفاشن وفي trend بالارت، يعني هلأ trend abstract surface and police، في كتير يعني في trend معين، inkjet paint print paintings، يعني بتلحق trend بس ما بيلحق هالtrend تياب والcollections والفاشن. اوقات كتير بالكولكشن بشتري اشياء related للفاشن، لان this is يعني اذا بشوف a sculpture where we can see a nice t-shirt or a nice shirt or something related to fashion or a belt by Jim Lambie مثلا bronze belt، بشتري لانه هيدا بذكر بعيشتي، هيدا part of the collection في قسم منه. بس ما بشتري زيت الموتيف مثل شانيل، يا اما لانه شانيل نزلوا لانه ما في relation اذا بديك بين اثنين. بس الطريقة اللي عملنا فيها الكولكشن، اللي عملت فيها الكولكشن بعيشتي، كانت من الأول مثل كأنه عم تشتغلي a collection of fashion، يعني ما بتشتري from an artist بس one work أو one painting، بتشتري the whole set in a way تحت اللي يشوفون الناس بس يمروا تيفهمون، مثل بالكولكشن يعني بتنقي. هلا أكيد الفرق إنه مش ما في sizes، ما في ألوان، ما في مش كل لون واحد او هيدا، بس في كوهيرنس، لانه بالفاشن بتحسي في الكولكشن بتجي مع بعضها، مشان هيك بسموها كولكشن. وهالكولكشن كل سنه لها يا اما اسم يا اما بيبقى انسبيري من تام معين. يعني الفاشن اتس ارت ان ا واي، لأن فيها ديزاين، لأنه فيها colors، لأنه فيها trend، and it's easier for someone dealing maybe with the fashion to be an art collector. I think because I've seen a lot of of the fashion people also collecting. لأنه I know them. يمكن في كمان غير ناس ما بعرفهم، بس أنا بعرف في ناس من the fashion world they're collectors too. باتريتشيو بيرتيلي، مثل ماراموتي، مثل إيف سان لوران، كان عنده كولكشن كتير حلوة. يعني every designer، مارك جايكوبز عنده كولكشن حلوة، بتحسي إنه عنده كونكشن مع الأرتست، في علاقة بيناتهم.
في ناس they set the trend لأنه عندهم بيبقى صاروا مشهورين إنه عندهم فلير قبل غيرهم لأنه عندهم ريسيرش أكتر بيبقوا they set a trend they can launch and help an artist they can sustain his work يعني أكيد في ناس عندهم edge على غيرهم في ناس بياخدوا السالري تبعهم بعرفهم بإيطالي يو اصلا بامريكا بس تروح على الاوبننج ما بتشوف بليونيرز ولا مليونيرز ولا وات ايفر اتس كولكتنج في واحد يكون مين ما كان بيقدر يعمل كولكشن انه ما لازم يكون سي او تبع عيشتي وما في فرق بين سي او تبع عيشتي واني اذر كولكتر يو سمون هو لايكس ارت اتس ا باشن ما خص البوزيشن يعني اف يو ونت تو كولكت ارت في واحد بتشوفه برا بالاوبننجز ناس كريتكس بيبقوا يونغ في ناس بروفيسورز في ناس ستودنتس It's not, this is what's nice about art.